تستغل دولة الاحتلال الإسرائيلي أزمة الغاز المستعرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا التي دخلت شهرها الرابع، محاولة إيجاد مكان لها على خريطة الدول النفطية والغازية العالمية. توقيع إسرائيل قبل أيام اتفاقا ثلاثيا مع مصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز على مدى 3 سنوات قابلة للتجديد مرورا بالأراضي المصرية يشكل وللأسف تحقيقا لأهدافها ومخططاتها بأن تكون مصدرا غازيا تصديريا من خلال مساعدتها أوروبا على تنويع مصادر الغاز وحل أزمة الطاقة لدى دولها الباحثة عن بدائل للغاز الروسي. نحو 40% نسبة الغاز الذي تعتمد دول الاتحاد الأوروبي عليه من روسيا والذي استوردته منها العام الماضي. فهل لدى تل أبيب اليوم القدرة على تعويض الغاز الروسي؟ لا يعني ذلك بأنه لدى إسرائيل حاليا القدرة على تعويض الغاز الروسي اللي تحاول أوروبا أنه تبحث عن بديل له. روسيا معروفة جدا بأنه يعني تشكل دعامة كبيرة لأوروبا على الأقل قبل الحرب الروسية الأوكرانية وتوتر العلاقات بين روسيا والغرب. صحيح أنه الحقول اللي تم اكتشافها في إسرائيل هي حقول حديثة، ولكن المستقبل غامض يبقى في هذا الموضوع. واضح بأنه إسرائيل يعني تنمو تدريجيا وقادر على أن تصبح للأسف مع تحالفات الغربية في أوروبا وحتى في المحيط العربي اللي نتحدث عنه للأسف أنه أيضا تساعدها على أن تصبح قوة مهمة جدا فيما يتعلق بتصدير الغاز. من الأراضي الفلسطينية المحتلة باتجاه مصر ستمر خطوط أنابيب النفط الطبيعي لتسييلها في محطتي إدكو ودمياط المصريتين على ساحل البحر المتوسط قبل أن ينقل الغاز المسيل إلى أوروبا. بعد ما تمر يعني أنابيب الغاز عبر مصر وبعد تسييله هناك سوف تمر شمالا إلى أوروبا عبر يعني أراضي طبعا متوقع أن تكون اليونان، قبرص أو حتى إيطاليا وفرنسا بعد أنه يتم انضمامها إلى هذا الاتفاق بطبيعة الحال. طبعا هذه الدول هي يعني تقع في جنوب أوروبا، بعد ذلك بعد استقبالها خلينا نقول الغاز بشكل مبدئي سوف تقوم يعني توزيعه إلى شمال أوروبا بطبيعة الحال مثل ألمانيا ودول أخرى. كما اغتصبت الأرض تسرق إسرائيل الغاز الفلسطيني وتستخدمه في أسواقها المحلية وفي مصر والأردن المجاورتين للأراضي المحتلة. فهل ينشب خلاف مستقبلي بين تل أبيب وموسكو على خلفية تصدير الغاز إلى أوروبا مع أنهما ترتبطان بعلاقات طيبة ووطيدة؟ دارين دعبوس، قناة الجديد.